تقول ان مراته يعني عملت وسوت و فقالت لها حرام، حد ده يرضي ربنا؟ ينفع حد يعمل كده؟ فبتقول هل ده من باب النميمة؟ لا مش نميمة، لأن النميمة هو نقل الكلام بين الناس بما يفسد العلاقات بينهم. نعم. فأروح لفلان أقول له على فكرة فلان قال عليك كذا، فيقوم يتضايق منه، نعم. وبعدين أروح ناقل الكلام منه للشخص ده على فكرة ده بيقول عليك كذا، فيعمل دايما شحناء بين الناس. دي النميمة، اللي هو نقل الناس، نقل الكلام بين الناس بما يحدث بينهم الإيه؟ الفتنة، ويحدث بينهم المشكلات. نعم. فدي كده ما فيهاش مشكلة. دي مش نميمة، لكنها من الغيبة. ايه الغيبة؟ الغيبة ان انا اذكر الغير في غيبته بما يكره، ان انا اقول عنه كذا. بس هي بتقول انا قلت حرام بس ما اتكلمتش عنها، بقول حرام حد يعمل. ما ينفعش ان احنا لما حد يجيب سيرة حد في ظهره بما يعني لا يريد ان يتكلم عنه في ظهره هكذا، ما ينفعش ان انا استطرد معاه في الحديث. الا بقى لما لو هي بتقول لها كده على سبيل المشورة اعمل ايه، مش على سبيل الفضفضة، او انها تقول لها كده على سبيل التحذير، خدي بالك من فلانة لان عملت كذا. نعم. وانت قيمي بنفسك، لكن انا ايه بنصح لك، فانا بستنصح بقول لها ايه رأيك في فلانة عشان هتعامل معاها مثلا بالشكل الفلاني، فتقول لا احنا علمنا عنها واحد اتنين تلاتة، يعني الامر موقوف هنا على النية، لكن كله غيبة. حتى وانا بس بنصح او بحذر ده كلها بس غيب. في اثم ولا مفيش اثم؟ نعم. لغرض قرره الشرع يبقى مفيش اثم، مفيش غرض الا مجرد الفضفضه وان احنا نجيب في سيره الناس، لا يبقى في اثم. في اثم. نعم.